السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ سنكمل معا اليوم في وحدة الجمع مع درس جديد بعنوان الجمع الذهني. استمعوا جيدا حتى تفهموا الدرس. إذا يا صغاري، عنوان درسنا الجمع الذهني. الجمع الذهني، قلنا أن كلمة الجمع تعني الزيادة، وهذه هي إشارة الجمع. أما كلمة الذهني فتعني أن نقوم بعملية الجمع دون استخدام الورقة والقلم. قبل أن نبدأ بشرح الدرس، سنقوم أولاً بمراجعة مفهوم التقريب إلى أقرب عشرة. إذن سنراجع التقريب إلى أقرب عشرة. انظروا إلى هذا العدد، 53. قلنا أن 53 سنقربها إلى أقرب عشرة. سنحدد منزلات العشرات. ها هي العشرات. الآن سننظر إلى منزلة الآحاد، العدد 3. هل العدد 3 يستطيع أن يعطي العشرات 1؟ لا يستطيع، لأنه عدد فقير. الأعداد الفقيرة هي 1، 2، 3، 4، لا تعطي العشرات 1. إذن سنضع مكان الآحاد 0، ستصبح الآحاد 0، أما العشرات فستبقى كما هي، لن تتغير، فيكون الناتج 50. إذن 53 عند تقريبها إلى أقرب عشرة أصبحت 50. الآن 79، نحدد منزلة العشرات وهي 7. ننظر إلى الآحاد 9. هل 9 عدد غني يستطيع أن يعطي العشرات؟ نعم، إذن 9 ستعطي 7 1. إذن 9 ستعطي 7 1. إذن نضع مكان الآحاد 0، والعشرات سنزيد لها 1، فستصبح 8. إذن 79 عند تقريبها إلى أقرب عشرة تصبح 80. هنا مثال جديد، 56. نحدد العشرات، ننظر إلى الآحاد، 6. 6 عدد غني سيعطي 1 للعشرات. الآن الآحاد ستصبح 0، أما العشرات سنضيف لها 1، فيصبح الناتج 6. إذن 56 أصبحت 60. المثال الأخير، 31. نحدد العشرات، ننظر إلى منزلة الآحاد 1. هل تستطيع أن تعطي 3؟ أحسنتم، لا تستطيع. إذن ستصبح الآحاد 0، أما العشرات فستبقى 3 كما هي. إذن 31 أقرب عشرة لها هي 30. الآن يا صغاري، سنتدرب على طريقة الجمع الذهني. جد ناتج الجمع ذهنيا. أمامنا هذا السؤال، 237 زائد 19. هذا العدد يتكون من 3 منازل، أما هذا العدد فيتكون من منزلتان. الخطوة الأولى، سأقوم بتقريب هذا العدد إلى أقرب عشرة. إلى أقرب عشرة، فكروا. أحسنتم، إنها ستصبح 20. إذن 19 عند تقريبها إلى أقرب عشرة أصبحت 20. سأسألكم الآن سؤالاً، 19 كم احتاجت حتى أصبحت 20؟ رائع، احتاجت إلى 1. الآن من أين سآخذ 1؟ رائع، سأطرحه من هنا. إذن سآخذ 1 من منزلة الآحاد في العدد الثاني.
سآخذ الواحد من منزلة الآحاد في هذا العدد، إذن سيصبح هذا العدد، نطرح من منزلة الآحاد، 7 - 1 سيصبح الناتج 6، إذن سيصبح الناتج 6، العشرات تبقى كما هي، والمئات أيضا تبقى كما هي، إذن هذا العدد أصبح 236. نقصنا من منزلة الآحاد عدد 1، لماذا؟ لأن العدد الثاني قمنا بتقريبه إلى أقرب 10، إذن ستصبح الآن المسألة 236 زائد 20. إذن الهدف من الجمع الذهني أن يكون أحد الآحاد في العدد الثاني 0، إذن أن يكون الآحاد في العدد الثاني 0. الآن بإمكاننا أن نجمع، ولقد تدربنا عليها سابقا. لا نجمع منزلة الآحاد، تبقى كما هي، 6 + 0 تبقى 6، 3 + 2 = 5، أحسنتم. المئات تبقى كما هي، 2. إذن لماذا قمنا بهذه العملية؟ حتى يصبح الآحاد هنا 0. إذن بهذه الطريقة نكون قد جمعنا مع مضاعفات 10. إذن كأننا نعود إلى درس الجمع مع مضاعفات 10. إذن خطوات الحل: الخطوة الأولى تقريب العدد الثاني إلى أقرب 10. أما الخطوة الثانية نقوم بطرح الزيادة من العدد الأول. نقوم بطرح الزيادة من العدد الأول. سأركز معكم فقط على الخطوات. الخطوات ركزوا جيدا: 739 + 48. إذن ننظر إلى هذا العدد ونقربه إلى أقرب 10. 48 أقرب 10 لها هي، تذكروا 8 تعطي 4 1 فيصبح 50. إذن أعطتها 1 فأصبحت 50. إذن هذا العدد الجديد 50. الآن كم احتاجت 48 حتى أصبحت 50؟ بإمكانكم أن تضعوا 48 في رؤوسكم وتعدوا حتى 50. 48 49 50. إذن احتاجت إلى 2. من أين سنأخذ 2؟ من هذا العدد، من منزلة الآحاد. إذن سأنقص 2 من هنا، إذن سيصبح العدد 9 - 2. أحسنتم، 7. العشرات تبقى كما هي، 3. والمئات تبقى كما هي، 7. إذن أصبح لدينا عددان جديدان، 737 و50. الآن نقوم بعملية الجامع بكل سهولة: 737 + 50. هذه العملية، عملية الجمع هذه سهلة، أليس كذلك؟ نجمع الآحاد فيكون الناتج 7، نجمع العشرات فيكون الناتج 8، وتبقى المئات كما هي، إذن 787. الآن مثال جديد: 915 + 35. مباشرة ننظر إلى العدد الذي يتكون من منزلتان ونقربه إلى أقرب 10، 35. ما هي أقرب 10 للـ35؟ أحسنتم، 40. إذن ستصبح 40، ها هو العدد، أصبح جاهزاً. الآن أسأل نفسي: كم احتاجت 35 حتى أصبحت 40؟
35، 36، 37، 38، 39، 40. إذا احتاجت إلى 5، من أين سنأخذها؟ سنأخذها من منزلة الآحاد في العدد الثاني. إذا سنطرح 5 من العدد الثاني. 5 ناقص 5 يساوي 0. العشرات 1 تبقى كما هي، والمئات أيضا تبقى كما هي. إذن ها هو العدد الثاني 910. الآن نكتب المسألة الجديدة. 910 زائد 50 40. إذن 910 زائد 40. الآن سنجمع العددان، 0 في الآحاد، 1 زائد 4 يكون الناتج 5، والمئات 9 تبقى كما هي. إذن 950. لدينا مثال جديد، 326 زائد 77. ننظر إلى العدد الذي يتكون من منزلتان ونقربه إلى أقرب عشرة. هيا فكروا، أقرب عشرة. أحسنتم، إنها 80. الآن كم احتاجت 77 حتى أصبحت 80؟ رائع، احتاجت إلى 3 أرقام. من أين سنأخذ 3؟ أحسنتم، من الآحاد في العشر في العدد الثاني، من الآحاد. إذن 6 ناقص 3 يكون الناتج 3. أحسنتم، العشرات تبقى كما هي، والمئات أيضا تبقى كما هي. الآن نجمع العددان الجديدان، 323 زائد 80. إذن هذه هي طريقة الجمع الذهني. إذن كان هذا الحل سهلاً، أليس كذلك؟ الآن لدينا مثال جديد، 245 زائد 62. كما تعلمنا ننظر إلى العدد الذي يتكون من منزلتان، 62، نقربها إلى أقرب عشرة. انظروا جيداً، هل الاثنان تستطيع أن تعطي 6 1؟ أحسنتم، إنها لا تستطيع. إذن ستبقى صفراً، والستة ستبقى كما هي. إذن عند تقريب 62 إلى أقرب عشرة يصبح الناتج 60. الآن ماذا سأفعل بالاثنان هنا؟ ماذا سأفعل؟ فكروا. أحسنتم، سآخذ هذه الاثنان وأجمعها إلى العدد الثاني. إذن سآخذ الاثنان وأجمعها للعدد المكتوب أولاً. إذن هنا لم نقم بعملية الطرح، بل جمعنا، لأن هذا العدد كانت آحاده لا تعطي. إذن عند تقريبه إلى أقرب عشرة لم يزد العدد بل أصبح أقل، فقمنا بأخذ الآحاد وجمعها أو زيادتها للعدد الأول. 5 زائد 2 7. الأربعة تبقى كما هي، والاثنان أيضا كما هي. إذن أصبح لدينا عدد جديد 247 وهنا 60. إذن سنجمع العددان، 247 زائد 60، سنجمعها بكل سهولة. 7 زائد 0 7، 4 زائد 6 10. أحسنتم، إذن هنا 0 و1 في منزلة المئات، إعادة التجميع. 1 زائد 2 3. إذن الناتج 307. إذن لدينا ملاحظة،
إذا قل العدد عند تقريبه إلى أقرب 10 فإننا نزيد مقدار الآحاد إلى العدد الذي يتكون من 3 منازل. إذن نقوم بزيادة مقدار الآحاد إلى العدد الذي يتكون من 3 منازل، يعني إذا قربنا إلى أقرب 10 وقمنا بالزيادة لم يقل العدد، فإننا نطرح من العدد الثاني. أما إذا قل عند تقريبه فإننا نزيد إلى العدد الثاني. انظروا إلى هذا المثال: 657 زائد 11، كما تعودنا نقرب هذا العدد. الواحد لن يعطي العشرات، إذن ستصبح 10. الآن سأخذ الآحاد وأجمعها لهذا العدد هكذا. إذن أصبح لدينا عند التقريب هنا 10، هذا العدد الجديد، والآن 7 زائد 1 يساوي 8. الآن سنكتب 8 لمنزلة الآحاد. العشرات ستبقى كما هي 5، والمئات ستبقى كما هي 6. إذن العدد الجديد 658. سنكتب المسألة الجديدة: 658 زائد 10. الآن سنجمعها: 8 زائد 0 تبقى 8، 5 زائد 1 6، أما المئات تبقى 6 كما هي. إذن 668. الآن سأعرض عليكم مثالين، أحدهما زيادة إلى العدد والمثال الثاني نقصان من العدد. انظروا جيدا: 238 زائد 51. انظر، سأقوم بتقريب هذا العدد إلى أقرب 10 فيصبح 50. إذن العدد يقل لأن الواحد لا تعطي. سآخذ الآحاد وأجمعه إلى العدد الثاني. إذن 8 زائد 1 9، الثلاثة في العشرات كما هي 2. إذن أصبح العدد الجديد 239 زائد 50. إذن سنكتب المسألة: 239 زائد 50. الآن سنقوم بالجمع. الآحاد 9، العشرات 8، أما المئات 2. إذن 289. أما مثال النقصان من العدد: 758 زائد 79، أقرب هذا العدد إلى أقرب 10. 79، 9 ستعطي 7 واحدا، إذن عند تقريبها ستصبح 80. الآن كم احتاجت 79 حتى أصبحت 80؟ احتاجت إلى 1، إذن سآخذه من هنا، يعني ناقص. عندما آخذ من العدد الثاني يعني سأطرح، 8 ناقص 1 يساوي 7، والعشرات كما هي، والمئات أيضا كما هي. الآن سنجمع العددان الجديدان: 757 زائد 80. 7 زائد 0 7، 5 زائد 8 13. الآن 13، 1 زائد 7 8، أحسنتم. إذن الناتج 837. إذن سأعيد مرة أخرى: إذا كان الآحاد هنا أقل من 5 فإننا سنجمع من الطرف الثاني.
إذا كان العدد أقل من 5 فإننا سنجمع إلى الطرف الثاني. إذا كان العدد أكثر من 5 أو 5 فما فوق فإننا سنطرح من العدد الثاني. إذن متى نطرح؟ عندما يكون آحاد العدد الذي قمنا بتقريبه 5 أو أكثر من 5. إذن نطرح عندما يكون آحاد العدد الذي قربنا 5 أو أكثر. متى نجمع؟ عندما يكون آحاد العدد الذي قمنا بتقريبه أقل من 5. إذن عندما يكون الآحاد أقل من 5 نجمع إلى الطرف الثاني. انتهى درسنا لهذا اليوم، تدربوا جيدا، إلى اللقاء.